الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا جانب من صلاة عيد الفطر المبارك 44,400 هجرية من مسجد علي بن أبي طالب. هذا الدور الأول ويوجد دور ثاني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذا هو الدور الثاني أو الطابق الثاني، والحمد لله لا يسعنا إلا أن نقول عيد سعيد ومبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر الله لنا ولكم. كل عام أنتم بخير.